تعمل مملكة البحرين على الحفاظ على تراثها وتاريخها من خلال مبادرات واستراتيجيات وخطط مؤسسية تقودها روح وطنية تسعى للحفاظ على هوية البلاد ومكوناتها الفريدة. وفي موازاة ذلك تبرز جهود كبيرة على المستوى الخارجي للتعريف بتاريخ وحضارة البحرين سعيا لاجتذاب السياحة العالمية، لا سيما بعد أن قررت عدة دول حول العالم تخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا. البحرين بقلاعها ومواقعها التاريخية وجهة مميزة لمحبي السياحة التراثية من كل أقطاب العالم، وتعكف هيئة البحرين للثقافة والآثار على إبراز ملامح هذه الجزيرة الصغيرة الغنية بتاريخها ومعالمها عبر التعريف عن أصالة وطابع هذا المكان بين الماضي والحاضر. ولعل من أبرز المعالم في مملكة البحرين هو متحف البحرين الوطني الذي يعد أول متحف في منطقة الخليج العربي، كما تشتهر المحرق عاصمة البحرين السابقة بروعاتها الثقافية، حيث تمتد فيها البيوت البحرينية التقليدية في صف تاريخي يشرح نسيج المدينة، وفيها أيضا طريق اللؤلؤ، ويعد أكبر شاهد على اقتصاد الجزيرة، وهو ثاني معلم يدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ولا ننسى تجربة التسوق في سوق المنامة القديم، لما لها من تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية، ويعد باب البحرين أيقونة تاريخية والواجهة الرئيسة لهذا السوق. تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دولمون في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما تمثل قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح شاهدا تاريخيا آخر على واحدة من أهم المراحل الانتقالية في تاريخ البحرين. وفي الوقت الذي تسعى فيه هيئة الثقافة والآثار على الحفاظ على هذه المعالم وغيرها من المواقع الأثرية المهمة، تسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض للترويج لمملكة البحرين من خلال أنشطتها المحلية ومشاركاتها المستمرة في مختلف المعارض الإقليمية والعالمية.